ومصيره بعد النجاح تقرر. فابن الجزائر صار سيد أرضها، والغاصب المحتل ولى مدبرا. قد كان تحرير الجزائر غاية مثلى لثورتنا وفتحا أكبرا. أفكر حسدناك. وطن المفدى بالكفاح تحرر، ومصيره بعد النجاح تقرر. فابن الجزائر صار سيد أرضها، والغاصب المحتل ولى مدبرا. قد كان تحرير الجزائر غاية مثلى لثورتنا وفتحا أكبرا. هي سؤلنا الأسمى الذي من أجله سرنا على الباب المغير الذي أرى. يا يوم عيد النصر صفق قد حلا، ما كان ران على القلوب وكدرا. أي تعليقات السيد؟ ما شاء الله عليك. لعمر غير، لعمر غير. لو عارف حالة اسم ليش؟ لعمر غير كذا. هي ابنة الأستاذ زياد طبعا. أنا مش عارف يعني جايبين لنا النخبة هان وتكون معانا مش عارف. لا شو النخبة؟ والله يا أستاذ إبراهيم متواضع كثير أنت. الله يخليك. ما شاء الله عليهم. لا والله ما شاء الله عليهم. على فكرة يعني أنا أول مرة بحضر للمتدربين. يعني الشيء نتخذ فيه بنابلس، واللي قاعدين بحطوا في عزيمتكم وبقولوا لكم احنا وين والثقافه وين. ما هو هذه المصيبه، هذه المصيبه. لو نتيجه الساعه احلام تركض يرقصوا لها تركاز تلك حوالي 10,000 واحد قاعدين بيغنوا لها ويرقصوا لها. لكن الثقافه دائما ملغيه. يعني للاسف انا عملت 3 أمسيات في نابلس، 3 أمسيات أو 4 أمسيات في نابلس انا عملتهن. الحضور لا يتعدى الى 10 أو 15 واحد. وفي بعض الأمسيات كان غير موجود الا الشعراء. المشكلة في الدعوة مش في الناس. عمي هو صح، انا بعطيك شغلة، هو ممكن يكون في الاعلان عن الأمسية، بس انت لما تعلن عن الأمسية في الفيسبوك وتعلن عنها وين ما كان وتعلن المعلن هو الزر. تسمح لي بس في شغله، مش المعلن، انا بدي لك شيء. هي الخلافات بين الناس بس. تسمح لي اذا سمحتوا بالله بس دقيقه. احنا استاذ ابراهيم حضر عندنا لقاء، واجى الاستاذ عبد الناصر صالح، اجى الاستاذ مراد السوداني، وحمد الله عفاني كمدير مركز وزاره الثقافه في نابلس. كان في حضور؟ انا بتذكر الاستاذ ابراهيم، احنا كان الحضور عندنا المسجلين اللي وقعوا على الورق 125. ممتاز. وزيره الثقافه يا ريت. انا بعثت لنا رساله لما شافت الصور، وجت بعديها عندنا زياره، قال انتم اللي بتعملوه في المنتدى التنويري، احنا وزاره الثقافه ما عملنا. الأستاذ إبراهيم كان بتذكرها. بحب أحكي لك الكلام اللي أنت عملته أنت بجهدك الخاص. فهمت علي؟ فيش خلافات بينهم يعني كمسؤولين عن المنتدى التنويري. في شغلة أنا بقول فيش خلافات. لما الخلافات تختفي بين المسؤولين أو القائمين على هذا الشيء بتنجح. اختلاف لا خلاف. في شغلة، إحنا كان عندنا شعارنا في المنتدى التنويري، اقتصدوا في كل شيء إلا الثقافة. هي أولا. الشغلة الثانية، حقيقة يعني نعتز انه كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية موجودة في المنتدى. يعني ما عندنا حظر على اي شيء، وبنفس الوقت القيمة الاخلاقية بالسلوك هي معيار الانتماء. يعني انا بعتز انه انا موجود بين مجموعة متطوعين كلفوني برئاسة مجلس ادارة المنتدى، ولكن ياسين وحبيب وأسيد والشباب كلياتهم الموجودين، وحتى حسين الصغير هذا بيمون على المنتدى زي ما انا بمون في سبيل رفعته. وبنفس الوقت اي شخص حاليا كما بطبع المسامر من الفنانين الموهوبين في الغناء والتاليف والمسرح، قريبا حتشوفوا فرقه مسرح للمنتدى، قريبا
فرقه الدبكه، لانه بالفعل احنا حربنا حرب ثقافيه. يعني بتذكر الحكيم جورج حرش قال اخسروا كل الجبهات الا الجبهه الثقافيه، ما لازم تخسروها. يعني بدي احكي لك، بدي اقاطعك اعلنا عن امسيه في بنباص، اعلنا تقريبا حوالي 11 يوم. احنا اعلنا على الفيسبوك، وهم اللي القائمين عليها المحافظ. لا مش المحافظ، البلديه. تصوروا يا جماعه ان احنا لما رحنا على الصاله لقينا الكراسي فقط. بنروح بمحلك بحكيش انا هيك كنت بدي اعمل، بس ابراهيم شوف علي، ابراهيم ضغط علي صورته، والله صورته. لا باجي وبحكي وبروح. انا ليش احضر القي كل شيء تمام؟ لانه بالفعل الاشخاص اللي اجوا هم اللي بدهم يسمعوا الشعر، هذا وغير الشعر، الباقي انا مش معرفه. هالسنه يومها كان يومها الوقت شتاء مطر، وضع مش طبيعي. في خلافات بينهم كمان، يعني في خلافات بينهم تبع فتح، تبع كلي فتح بقول لي انا معيش خبر في 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 المنظر، تبع من عارف ايش بقول لك لا انت ليش كذا، انت صار تختلفوا بعضهم. طب يا عمي انت عندك امسيه، خلي خلافاتك على بعض. يعني انا صارت عندي امسيه بتاع صالي للبلديه عندنا، كان يحطوا تفتيها 80 واحد، عندي في الاسره 80 واحد. انت لازم لما حاول تعمل شيء يعني ما تعطي، يعني حط كل شيء، كل الخلافات خليها على جنب، بينك وبين كذا وبين كذا وبين كذا، بس هذه. طب من وين بدخل؟